حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، التاسع من نيسان من عام 2003 مثل حدا فاصلا بين حلم طال انتظاره وكابوسا ظل جاثما على صدور العراقيين، حد الاختناق بما يزيد عن 30 عقدا أو 30 عام. هيمنة الدكتاتورية على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار، فصول كابوسية أذن أو أذن للعراق أن يطويها، صفحة معقدة أدخلته في بحار من الدماء وتشابك مع الجار واستنزاف للثروات. لكن تحقق وعد الله بنصر المظلومين، وشاءت صدف الأقدار أن يسقط المستبد ونظامه العفلقي في ذات التاريخ الذي أعدم فيه سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. فما كان حلما بعيد قد تحقق. صدام اللعين خلف القضبان، وبعد ذلك يلف الحبل حول عنقه ويرحل إلى مزبلة التاريخ. وفي ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، وبعد أشهر من الجمود والخلافات بين حكومتي المركز والإقليم، يرى المراقبون أن السر وراء هذه الانفراجة وتبادل الآراء بين الطرفين جاءت إثر زيارة رئيس الوزراء إلى الإقليم، حرصا منه على مد جسور العلاقات وتحقيق الاستقرار في المنطقة دون تكرار الخلافات. فجاء بعدها تبادل الزيارة، وآخرها زيارة نجرفان بارزاني إلى بغداد مقدما دعمه السياسي لبرنامج الحكومة، وطرح الملفات العالقة لمناقشتها بالحوار المتبادل دون وضع العثرات والعراقيل وإعادة الصدع بين الطرفين. هذا الاجتماع تمخض عنه اتفاقات للوصول نحو أفق التعاون والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو ائتلاف دولة القانون السيد عادل المانع، وكذلك الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاعي. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد عادل، 9/4 تاريخ مفصلي وحدث مفصلي بتاريخ العراقيين وحياتهم، لكن ليش مو عطلة؟ ليش مو عطلة؟ نعم. بدأ تحياتي لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم دكتور علي ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. الحقيقة يوم 9 نيسان، يعني أنا بتقديري هو اليوم الذي أعاد للعراقيين كرامتهم، يوم إعادة الكرامة العراقية بعدما نزعها المقبور صدام بشتى الوسائل. يجب أن تعطى عطلة رسمية للبلد، وإن لم يكن هذا التاريخ هو تاريخ يعني يتفق عليه سياسيا على. طيب إذا كان بهذه الأهمية، إذا تسمح لي أقاطعك سيد عادل، مو المفروض يكون احتفال أو إحياء لهذه الذكرى المهمة التي البعض من العراقيين يعتبروها عيد، لو أكو بها مجاملات لبعض الجهات اللي ساءها هذا التغيير؟ وأنا حسب ما أتذكر يعني الحكومات السابقة كان أعطت عطلة، يعني 9/4 كان عطلة رسمية، بس هذه السنة يعني لست أجهل الأسباب التي حالت دون إعلان هذا يعني الأمر من قبل الحكومة. يقينا هناك جهات سياسية، منها فاعل في العملية السياسية ومنها من كان فاعلا والآن خارج العملية السياسية، ولكن يعد يعني واحد من الرموز. هذه لهم علاقات بالبعث ولهم امتدادات مع
دول بعض دول الجوار التي ترعى البعث ومجموعته كالأردن مثلا. يعني الأردن مثالا، الأردن اليوم تحتضن مجموعة من البعثيين ومنهم يعني بنت المقبور صدام رغد التي تطاولت على العراقيين بشكل واضح وصريح في لقاء متلفز قريب، ولم تحرك الأردن ساكنا. مع العلم الأردن عندما تتحدث الآن مع العراق الجديد تريد اتفاقات، تريد يعني احترام سيادة، تريد علاقات ثنائية، تريد قضية اقتصادية، ولكنها لا تحترم رؤية الشارع العراقي والمجمع السياسي العراقي الممثل بالأغلبية التي تقود البلد اليوم ب يعني احترامها لهذا اليوم بعدم احتضان، على أقل تقدير لا نقول عدم احتضان، فبالتالي إسكات هذه الأصوات. فهناك طيب. دفع سياسي نعم. من قبل البعض. يعني ليلة أمس الأول كان هناك اجتماعا في البيت السني من قبل السيد الحلبوسي مع مجموعة ثمانية شخصيات حضرات، منهم السيد المطلق ومنهم أسامة النجيفي ومنهم رافع العيساوي ومنهم محمود المشهداني، للدعوة إلى عنوان سياسي جديد، الإطار التنسيقي السني على غرار الإطار التنسيقي الشيعي. هذا بي بعض عناوين وبي بعض رموز على صلة، فبالتالي قد تكون لون من ألوان المجاملة السياسية، قد أقول احتمال، وقد يعني أغفل عن هذا الجانب لرؤى عديدة وخاصة في داخل العاصمة العراقية بغداد، لأن عندنا إشكالية إدارية. يعني المحافظة اليوم من تنطي عطلة بعض الجهات اللي أنا استغربت لها، أنه بعض الجهات مثلا وزارة التربية، وزارة التربية عائدية مو للمحافظة، فبالتالي من تنطي المحافظة عطلة لا وزارة التربية كمدارس تلتزم بالعطلة، ولا التعليم العالي كجامعات تلتزم بالعطلة. هذه إشكالية، يبدو أنه هناك من هذه الإشكاليات التي حالت عائقا دون إصدار الحكومة عطلة رسمية بهذا اليوم. طيب أرحب بك مرة أخرى دكتور علي، كيف كان يعني رأيكم في وقتها دكتور بتاريخ 9/4 تاريخ التغيير، الخلاص من نظام صدام المقبور بالمقابل استبداله بالاحتلال الأمريكي في وقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية رمضانية طيبة لكم وللضيف العزيز وللمتابعين الكرام. بداية طبعا يعلم الجميع أن العراق والعراقيون قد حكموا في حقبة حزب البعث والطاغية المقبور بشتى وأقسى أنواع الظلم والقهر والتنكيل، وقد حول حزب البعث الجائر والطاغية المقبور العراق إلى سجن كبير، وقد وزعوا الجرائم والظلم والقهر على جميع أبناء الشعب العراقي، فلم يكونوا منصفين إلا في قضية نشر الظلم والجرائم بهذا الشكل، فقد نال ما نال الشيعة في الوسط والجنوب من ظلم وجرائم حزب البعث والطاغية المقبور، فكانت المقابر الجماعية وكان القتل على الهوية وعلى الظنة والتهمة، وكذلك أبناء الشعب العراقي في شمال العراق وما نالهم من جرائم البعث المقبور في حلبجة وفي الأنفال، وحتى أبناء الطائفة السنية مع ما كانوا يعني يتمتعون به من أمان زائف، تبين أن صدام المجرم عدو للشعب العراقي لجميع أبنائه وأطيافه وقومياته. هذه المسألة حقيقة عندما نأتي إلى يوم 9 نيسان ونستذكر هذه التركة، أن صدام المجرم وأن حزب البعث المقبور حكم العراقيين بالإعدامات، بالمشانق، بالثرامات، بالمقابر الجماعية، ثم بالحروب وبالحصار، كل هذه التركة عندما نستجمعها في يوم 9 نيسان حقيقة يكون يوم 9 نيسان يوم فرح وسرور لأبناء الشعب العراقي، لأنه في هذا اليوم تخلصوا من هذه الذاكرة المظلمة التي حكمتهم بالحديد والنار. نعم. تحول العراق بفعل جرائم حزب البعث إلى سجن كبير، فيوم 9 هو في الحقيقة يعني يجمع هذه الخلاصة، أنه يوم خلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدر العراقيين. فضلا عن ذلك، عندما تتزامن هذه المناسبة مع ذكرى استشهاد المرجع الكبير آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فهنا أيضا هناك رمزية كبيرة، يعني عندما يفهم العراقيون
وتفهم هذه الهوية أن يوم التاسع من نيسان هو يوم زوال هذا الكابوس الجاثم على صدر العراقيين الذي انتهك حقوقهم وسلبهم من أبسط مقومات الحرية والكرامة، مع يوم استشهاد هذا الرمز الذي كان صدره وهمه لكل أبناء الشعب العراقي، وهو يخاطبهم بجميع أقومياتهم أطيافهم ويقول لهم: أنا معكم يا أبنائي، أنا معك يا ابني الشيعي بقدر ما أنا معك يا ابني السني وكذلك الكردي. نلاحظ أن هذه المسألة حظيت من الجدل في الحقيقة بما لا تستحق. نعم، هناك جدل أثير في أن هذه المسألة هل هو يوم التاسع من نيسان، هو يوم تحرير أو يوم احتلال، لذلك أخذت المسألة بهذا الشكل. هو يمكن دكتور الموضوع هم يرجع قبل ما تاريخ إسقاط نظام صدام. بمؤتمر لندن مثلا تضاربت المواقف ما بين المعارضة العراقية الموجودة في الخارج، من كان مؤيد لإسقاط النظام بتدخل خارجي، من كان معارض. أنتم في المجلس الأعلى الإسلامي، شنو كان موقفكم في وقتها؟ نعم، كانت المعارضة الإسلامية في جميع مواقفها، وتلك المواقف في 2002 عندما كان هناك زيارة لسماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله رئيس الوفد للمجلس الأعلى في ذلك الوقت، كان رأي المجلس الأعلى واضحا وصريحا في أنه يرفض أي تدخل عسكري، بل ويرفض أي صفة احتلال للشعب العراقي، وأعلن موقفه في أنه سيقف في مواجهة أي غزو واحتلال يتعرض له الشعب العراقي. وهنا حقيقة نثبت، والتأريخ قريب والوثائق مدونة، أن أمريكا لم تكن صادقة في التعامل مع المعارضة العراقية آنذاك، حيث بيّنت للسيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله ولقيادات المعارضة العراقية في الخارج أن أمريكا لا تريد احتلال العراق. وقد تبين فيما بعد كذب أمريكا في هذه المسألة. لذلك كان الموقف الوطني للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي آنذاك واستمر في هذه المسألة أنه رافض للاحتلال، رافض للتدخل العسكري، رافض لأي ضرر يصيب أبناء الشعب العراقي، وكانوا يثبتون أن أبناء الشعب العراقي قادرون على إحداث التغيير، فقط كان المطلب أن يعني يقفون بوجه الآلة العسكرية المدمرة والقاتلة لصدام، وتفعيل قرارات مجلس الأمن التي تمنعه من تفعيل هذه المعدات العسكرية وأدواته العسكرية لضرب المعارضة. وتعلم أن المعارضة العراقية لم تكن مجهزة ومسلحة بكفاءة التسليح العراقي البعثي آنذاك. طيب، أعود لك سيد عادل، يعني رغم شدة بطش النظام البعثي ضد المعارضة، لكنها استطاعت بمواقف كثيرة أن تذيق البعث مرارة الهزيمة في مواطن كثيرة، لكن هل لها دور في إسقاط نظام الطاغية، أم الدور كله كان للتدخل العسكري الخارجي؟ لا، التدخل العسكري الخارجي يعني الأمريكي هو الفيصل وهو الحاسم الذي حسم نزاع القوم كما يقال، ولكن أنه الأمريكان، نعم أقول وبصراحة، الأمريكان مهدوا للتواجد في العراق أو في قلب الشرق الأوسط منذ تسعينيات القرن الماضي بقضية دعوتهم إلى المسلمين في العالم العربي لإنقاذ أفغانستان من أيادي الاتحاد السوفيتي آنذاك في 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 وقتها. من هنا أنا بتقديري بدأ التخطيط اللي أنشأوا على أساسه وتبنوا أسامة بن لادن لإنشاء تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة أنشئ من ذلك الوقت، وبالتالي افتعال قضية برجي التجارة في أمريكا يعني تستهدف منظومة بعنوان إسلامي، وأنا بتقدير الإسلام بريء منها، تستهدف هذه للتواجد. هذا فيما يتعلق برسم الاستراتيجي الأمريكي طويل الأمد في التواجد بالمنطقة والهيمنة على المنطقة وما إلى ذلك، ولكن هذا لا لوحده لا يكفي. التنسيق اللي كان من قبل المعارضة اللي أسلف في جزئية من دكتور علي كان إلى الدور الأهم في أنه أن يظهر للأمريكان الصورة الحقيقية للداخل العراقي وكيف يتعامل هذا الدكتاتور المخبور مع الشارع العراقي، بحيث واحدة من الصور أنه في الحرب العراقية الإيرانية اللي كان العراق معتدي على الجارة الإسلامية إيران،
فيها أنه جند العراقيين، يعني جيش وجيش شعبي جند العراقيين من الشباب والكهول والمسنين، وأبدل الشارع يعني جندهم في الجبهات، وأبدل الشارع العراقي باستيراد رجال من مصر، والمصريين يعني عاثوا في العراقي ما عاثوا ولسد الفراغ. هذه طبعا طيب يعني كانت كلها نقاط ومؤشرات قدمتها المعارضة العراقية حين ذاك. طيب لكن كيف يمكن قراءة تعاطي المجتمع الدولي سيد عادل مع تغيرات الأحداث في العراق؟ هل هناك من سعى لمصادرة هذا الإنجاز، هذه التضحيات من المعارضة السياسية خارج العراق الآن يعني تقصد؟ طيلة سنوات العشرين الماضية من سقوط النظام المقبور حتى الآن. أشوف العالم بتقديري الشخصي، العنوان الأهم أنه العالم يتعامل مع مصالحه، يعني متى ما تكون المصلحة التي تعود بالمنفعة على هذه الدولة أو تلك، لا سيما يعني صاحب القرار الأمريكي اللي هو مهيمن على معظم الدوائر حتى العالمية، منها الأمم المتحدة، مجلس أمن وما إلى ذلك. هذا يعني يعمل لما تدفع به المصلحة الأمريكية في التواجد، ولكن يحتاج إلى أن يستند إلى معطيات تمكنه أولا أن يبرز قضيته أمام العالم لتكون يعني سببا في قدومه على هذا المشروع أو ذاك. يعني مثلا الأمريكان لما اجتاحوا العراق اللي احنا نعتبره احتلال، وهو احتلال بشكل واضح رسمي، انقلبت أمريكا على القرار الدولي، كان القرار الدولي ابتداء هو ليس احتلال، انها تنجز مهمة وتنتهي، ولكن انقلبوا عليه. الأمريكان حتى في حال انقلابهم حاولوا ان يجدوا الذريعة المناسبة للوصول الى العراق، فتذرعوا في قضية في وقتها أسلحة الدمار الشامل والعراق يمتلك فيهدد جيرانه وما إلى ذلك. طيب. وهذه الحقيقة أنا بتقدير الشخصي الزمن هو كفيل في أن يوضح هذه الصورة، والإعلام هو المسؤول الأول عن إيضاح هذه الصور التي حاولت أن تشوه الحقائق. طيب أعود لك دكتور علي، يعني أمريكا تعتقدون أنها استغلت المعارضة للدخول بالعراق وتحقيق مآربها، هل بالمقابل هذا سبب التحول والوقوف بوجه المحتل ومقاومته فيما بعد، والتحول إلى المقاومة، مقاومة المحتل بعد أن كانت مقاومة لصدام؟ طبعا هذه النقطة من المهم توضيحها، وأن أتفق مع أستاذ عادل في أنه أهمية دور الإعلام في توضيح وكشف وإبراز وترسيخ يعني هذا التاريخ وهذه الذاكرة التي ليست بعيدة في الحقيقة، ولكن الأجيال الشابة الناشئة اليوم لعله بعيدة، غير مطلعة، غير يعني واضحة الصورة عندها. يعني لو نراجع قليلا في هذه المسألة جنابك اللي سألت عنها، لا. المعارضة العراقية حتى قبل 2003 عندما غامر النظام البعثي الجائر في احتلاله للكويت الشقيقة في سنة 90، وتشكل تحالف دولي بقيادة أمريكا فيما يسمى في وقتها عاصفة الصحراء، كان موقف المعارضة الإسلامية وعلى رأسها أيضا المجلس الأعلى وبموقف من السيد عبد العزيز الحكيم في حينها ومن شهيد المحراب من قبله، أن المعارضة الإسلامية ترفض أي تدخل عسكري، وأي تدخل عسكري يضر بأبناء الشعب العراقي تعتبره غزو وستتصدى لمواجهته، مع أنها تستنكر أي عدوان أو احتلال لدولة جارة. هذا موقف وطني أصيل. هذا الموقف حقيقة هو نفسه كان في 2003 المعارضة الوطنية، موقفها، هويتها، ثوابتها ترفض التدخل العسكري وترفض الغزو الذي يطال من هوية وكرامة العراق والعراقيين. لذلك إذا نجحنا في الإعلام في أن نجعل من يوم التاسع، وهو كذلك في يوم التاسع من نيسان، يوما وطنيا يحتفى به بهذا العنوان، أنه يوم خلاص من كابوس جاثم على صدر العراقيين من دكتاتور وطاغية، ويوم حقيقة يوم المعارضة العراقية، المعارضة الوطنية أثبتت هويتها في أنها رافضة للاحتلال، مواجهة للاحتلال، نعم. لا تريد أي حالة يعني مس لكرامة وإرادة العراقيين. طيب في عطفا على كلامك دكتور، يعني نهاية الحقبة الدكتاتورية كانت في التاسع من نيسان عام 2003، لكنها
بالتأكيد نتيجة لمراحل زمنية تداخل فيها الجهاد الفكري بالجهاد المسلح، لكن كيف يمكن اختزال تلك المحطات؟ يعني في الحقيقة هي يعني سلسلة طويلة. لا ننسى أن دور المرجعية القائدة المتمثلة بالشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، ثم عضده المفدى شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم وجماعة المجاهدين، كل هذه مسيرة جهادية يعني أدت إلى تضعيف هذا النظام الجائر. فضحه دوليا سعى كثيرا شهيد المحراب، وبوصية من الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر في أنه اذهبوا إلى العالم وانشروا مظلومية العراقيين ليطلع العالم على مظلومية العراقيين وعلى بشاعة وظلم النظام البعثي الجائر. هذه كلها كانت ممهدة وأسس لزوال هذا النظام، فضلا عن العمل العسكري الذي تبنته قيادات المجلس الأعلى وتنشئتها لفيلق بدر، ومن ثم بناء العملية السياسية والتصدي لكل القرارات الدولية أو قرارات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في أن يحفظ للعراق سيادته وأن تكون هناك إرادة وطنية في بناء هيكل الدولة وكتابة الدستور وبقية التفاصيل. المهم في هذه النقطة في الحقيقة أن يوم 9 من نيسان مع كل الجدل الموجود هو يوم وطني، لأنه يوم تخلص فيه العراقيون من حقبة مظلمة دكتاتورية بشعة، ويوم فيه رمزية انتصار الشهيد على الطاغية سواء بذاته السيد محمد باقر الصدر أو بما يحمله من رمزية وطنية جامعة لكل العراقيين، وتحققت فيه إرادة الله تبارك وتعالى ووعده بالقصاص من المجرمين وانتقامه منهم. طيب سيد عادل، يعني رغم أن العراق طوى صفحة البعث المقبور وحولها لمزابل التاريخ، إلا أن هذه الفكرة لا تزال يعني غير مستساغة لقيادات البعث الموجودين في الخارج وحتى بعضهم في الداخل. هل يمكن أن تنجح هذه القيادات وغيرها وعوانهم بتصدير نفسها في محطات قادمة؟ أنا بودي أن يعني أضيف تعليقا على ما تقدم به ضيفك الكريم قبل الإجابة على السؤال البعثيين وطمحهم وما يروجون له. لا. يعني يوم 9/4 هو يوم احنا شوف من كانت المملكة العراقية قبل مجيء عبد الكريم قاسم رحمة الله عليه وإعلان العراق جمهورية، مو شكل 14 تموز. نعم. هذا التاريخ 14 تموز هو انتقال يعني من عهد ملكي إلى عهد جمهوري. نعم. 9/4 سدعنا من انه احتلال، مقاومة، مؤازرة، كذا، هو أيضا انتقال في التعاطي السياسي من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي. يفترض أنه أن هذا التغيير أن يؤخذ به ويعتبر عيد وطني. الجواب سؤالك الكريم، شوف البعثيين من فكوا يعني يوما من أن يحيكوا الدسائس والمؤامرات لإسقاط هذا النظام، طبعا بالتعاون مع كثير من دول الجوار العراقي ودول المحيط الإقليمي زائد الإرادة الأمريكية. وأقول وهذه وثيقة يعني أوثقها للتاريخ من عبر شاشتكم، لطالما أنه هذا البرنامج يعني سيبقى خالدا ومؤرخا، الأمريكان لو يعلمون علم اليقين أن الديمقراطية التي جاءوا بها إلى العراق ستفرز لهم ثلثي مقاعد مجلس النواب العراقي بصمة شيعية لما ذهبوا إلى التعاطي الديمقراطي نهائيا، بس كانوا يعني ما مكتمل عندهم الملف في الداخل العراقي، فعمدوا ولجوا إلى ماذا؟ إلى أن يحركوا بعض الأذرع اللي هي أذرع بعثية. أقول وبصراحة اليوم يعني يحاول أن يرهب الناس، يحاول أن يشوش فكر الناس، يحاول أن يغير الصورة، من يضرب على وتر البعث والبعثيين ويكبر من حجمهم والبعثيين قادمين، ورغد صدام حسين تتوعد ستعيد جثمان المقبور بتشيع مهيب، والفلان الفلاني يحاول أن يبث سمومة في قضية أنه السياسيين الإسلاميين بهذا العنوان لم ينجحوا في حكم العراق. هذا كله كذب وزيف وخداع، ليس من هناك من أصل لأن يعود البعث، لأنه العراق يمتلك درعا حصين. أقول وبصراحة
متناهية ما دمنا نمتلك مؤسسة الحشد الشعبي التي دافعت عن العراق وبذلت الغالي والنفيس اتجاه طغمة داعش، فبالتالي هي مستعدة أن تبذل المزيد من الدماء لديمومة هذا النظام وحفظه بأغلبيته. ومن يتحدث عن البعث وما شاكل أعتقد أنه هو كالظمآن يمني نفسه في السراب. طيب دكتور علي، يعني سيد عادل ذكر قضية التحول من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، اليوم مساحة الرأي المشاركة السياسية لعلها أبرز نقاط فارقة ما بين تاريخين قبل 9 نيسان وما بعد، لكن ما هو طموح الشعب؟ يعني هل تحقق بهذا التحول خلال هاي 20 سنة؟ ما دام أصبح الشعب العراقي هو مالك أمره، هو من يتحرك سواء كان قابلا هنا أو رافضا هناك، هذه الإرادة العراقية هي أكبر إنجاز وأكبر انتصار للشعب العراقي. نعم، في طريق هذه الإرادة وفي طريق تحرر الشعب العراقي هناك أزمات، هناك مشاكل، هذه يؤتى عليها تباعا ويحل أمرها، ولكن المسألة المهمة والجوهرية مسألة تأسيسية. في الحقيقة أمريكا يعني لا يظن أحد أنها صاحبة فضل في هذا التغير، لا ننسى أنها هي بالأساس راعية الطاغية صدام ومؤسسة هذا النظام وهذا الحزب الجائر الذي جثم على صدر العراقيين أكثر من 40 سنة. فعندما جاءت في لحظة من الزمن وأرادت أن تغير شكل النظام وشكل المعادلة، هذا لا يعطيها الثقة في أنها مؤهلة لهذه المسألة. لذلك هنا حقيقة أنا أضع إصبعي على مسألة معينة، هي لم تسمح للمعارضة العراقية الوطنية أن تحدث التغيير بنفسها، هي فرضت على المعارضة العراقية الوطنية أن يكون احتلال العراق وليس تحرير العراق، أدخلتنا في هذه الأزمة. اليوم نحن والحمد لله النظام العراقي بحضور المرجعية الدينية، بتأسيس الحشد الشعبي، بحضور الشعب العراقي شباباً بمختلف فئاتهم، عشائر عراقية، اليوم الوعي حاضر، الكل يتوجه إلى بناء عراق مقتدر وسيد ومالك إرادته بنفسه. اليوم نحن أمام يعني حقيقة يعني نرى أننا في مرحلة جديدة واعدة، حكومة تقوم بتلبية خدمات أبناء الشعب العراقي، نحن أمام مستقبل نرى أننا ما دمنا نمتلك إرادتنا بأنفسنا ولا تملى علينا إرادة من الخارج والأجنبي، فلا يمكن لأحد مصادرة هذه الحقوق. لذلك يعني حقيقة يوم 9 نيسان نؤكد أنه يوم وطني يفترض أن يحتفى به لكي يكون يعني تكون الصورة واضحة لأبناء الشعب العراقي كيف أنهم تخلصوا من مرحلة وانتقلوا إلى مرحلة وأصبحوا هم من يقررون لأنفسهم. الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاعي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. سيد عادل ومشاهدينا الكرام، ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. نتائج الاجتماعات المستمرة بين بغداد والإقليم تمخضت عنها تفاهمات كثيرة بملفات عالقة لسنوات، أبرزها التوصل إلى حلول بشأن حصة الإقليم من الموازنة وقانون النفط والغاز. أما اجتماع يوم أمس جاء استكمالا لهذه السلسلة المتواصلة بغية تحقيق منافع للبلد من خلال بحث ملف استئناف تصدير نفط كردستان وتأثيره على موازنة البلاد، وكذلك إصلاح حقيقي للقطاع الاقتصادي والخدمي. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. تحركات وزيارات مستمرة بين حكومتي الإقليم والمركز تطرح من خلالها على طاولة النقاش الكثير من الإشكالات المعلقة التي يراد بها السير نحو التهدئة والاستقرار. السوداني وحكومة كردستان في اجتماعهما الأخير يتجهان إلى الحوار حلاً وحيداً لإنهاء الخلافات بين الجانبين وفق الأسس الدستورية والقانونية، وكذلك لتنفيذ اتفاقية البدء بإعادة نفط إقليم كردستان لتمرير قانون الموازنة العامة للبلد. مخرجات الاجتماع جاءت بدعم سياسي كردستاني للبرنامج الحكومي وتقارب الرؤى الرامية لإصلاح حقيقي لتوضع العلاقات بين الأقطاب المختلفة المتمثلة بالإقليم وبغداد على سكة مسار صحيح للمضي قدما نحو الاتفاقات الواقعية المقررة بين الطرفين للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي.
فالتعاون المشترك بين بغداد وأربيل في كافة المجالات وبحسب آراء المراقبين يزيل المعوقات ويلقي بظلاله الإيجابية لمصلحة المواطن، ويسهم بعبور محطات التعثر التي شهدها البلد في المدة الأخيرة من خلال إيجاد السبل الحقيقية لتعزيز القطاع الاقتصادي المحلي وبقية القطاعات الحيوية المهمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد الترحيب بعضو ائتلاف دولة القانون السيد عادل المانع. أهلا بكم مرة أخرى سيد عادل، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي السيد علاء الفهد ينضمنا بصوت وصورة من بغداد، وبعد قليل سيكون معنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد غوران فتحي. أهلا بكم سيد غوران، وأبدأ معك سيد عادل. عدة تفاهمات ما بين المركز والإقليم بالتأكيد ستكون لها مردودات من الجانب السياسي والاقتصادي، أود أن تحدثنا عن الجانب السياسي سيد عادل. حقيقة الجانب السياسي بقضيتين مهمة اللي هي يعني وصلت إلى أنه أن تكون هناك حالة من التفاهم لملفات عالقة بين الإقليمي والمركز لعشرين سنة خلت، يعني لنتحدث من 2003 ولغاية يومنا هذا. أنا بتقديري الشخصي قضيتين. نعم. القضية الأولى أنه هي قضية ائتلاف إدارة الدولة، هذا الكيان السياسي الذي أنتج حكومة السيد محمد الشياع السوداني، طبعا يعني سبقت إعلان الائتلاف مجموعة من التفاهمات والحوارات السياسية التي أفضت بالتفاهم إلى إعلان هذا الائتلاف من جهة، وتشكيل الحكومة برعاية هذا الائتلاف من جهة أخرى، اللي دفع حكومة السيد محمد الشياع السوداني أن تضمن برنامجها الحكومي ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، وخاصة بين يعني الإطار التنسيقي والأخوة في كردستان، سواء كانوا على مستوى حزبي ديمقراطي كردستاني أو اتحاد وطني. هذا جانب. الجانب الآخر يعني الأسباب الموجبة التي دفعت إلى أن ينضج هذا الاتفاق للوصول إلى اتفاق، لأن الشارع يتساءل تساؤل حقيقة مشروع على أنه ليش هسه الأخوة الكرد، أنا سمعت من كثير من الأخوان بالشارع يسألوني هذا السؤال، إيش معنى يعني طيل 20 سنة وحكومات سابقة الأخوة الكرد ما أجوا إلى اتفاق، يعني عندهم رأيهم يتزمتون برأيهم، اليوم إيش معنى أجوا بحكومة محمد الشياع السوداني؟ هذه واحدة من الأسباب أيضا الدافعة، أنه العراق تقدم بشكوى ضد تركيا في قضية استقبال النفط العراقي من إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. هيئة التحكيم الدولية حكمت لصالح بغداد اللي في وقف تصدير النفط من إقليم كردستان. الأخوة صاروا مجبرين يعني حقيقة أمام حرج كبير، فبالتالي كان هذا الدافع الآخر بناء على الاتفاق السياسي في ائتلاف إدارة الدولة لتصفير المشاكل وحل المشاكل، جاء هذا ليكون ضاغطا أكبر للمضي بإسراع هذا التنفيذ وإعلان الاتفاق اللي الكل أعتقد يعرف بنود الاتفاق الأربعة الرئيسية، اللي إنه هو شركة سومو
تكون يعني تحت رايتها واسمها التصدير، أن تشكل لجنة من أربعة، من سومو، من وزارة النفط الاتحادية، لا، ومن وزارة النفط الإقليم. ثلاثة يفتح حساب إلى الإقليم في البنك المركزي أو في أحد المصارف العراقية اللي تتبناها يتبناها البنك، إضافة لاستحداث منصب معاون رئيس شبكة سومو منحة لممثل الإقليم. طيب دعني يعني عذر المقاطعة سيد عادل، لكن دعني استثمر الوقت وأذهب إلى سيد علاء. بالنسبة لهذه التفاهمات سيد علاء، ما هي عوائدها الاقتصادية بالنسبة للمركز وبالنسبة للإقليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم أيضا. حقيقة أي انعكاس تفاهم بين المركز والإقليم له انعكاس اقتصادي وجانب إيجابي، من حيث أولا أنه حل المشاكل العالقة، خصوصا أغلبها مسألة الإيرادات الاتحادية ومسألة الإيرادات الجمركية وإيرادات المنافذ، بالإضافة للإيرادات النفطية. هذا كله انعكاس على الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي أيضا في المركز والإقليم. نحن لاحظنا طوال السنوات السابقة اللي كان بيها مشاكل بين المركز والإقليم انعكاس واضح على المستوى العام بالنسبة لإقليم كردستان على مستوى الشارع، وهذا طبعا أكيد انعكاسات سياسية واقتصادية وبعد اجتماعي. لا، الوصول إلى التفاهمات بحيث أنه تكون أغلب المشاكل تصفر بمظلة تحكيم دولية، هذا إلى تأثير اقتصادي أمام العالم، إنه العراق عراق موحد، عراق واحد. لا يمكن اليوم من يفكر أن يغرد خارج السرب ليس له مكان في وسط هذا الائتلاف أو في وسط هذا البلد اللي أساسا منذ سنوات أنه خيرات الإقليم المفروض تكون لحصة للمركز وابن الجنوب. تحديدا يعني عقب الاتفاق سيد علاء، يعني البيع بسعر رسمي دون تخفيضات، هذا كم سيضيف من موارد لخزينة الدولة؟ كم ستقلص هذه الموارد من نسبة العجز في الموازنة الاتحادية؟ طبعا دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ والبت بي أكيد إلى تأثيرات مباشرة، بالإضافة لذلك العقود اللي مبرومة بين حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية اللي حملت الإقليم وحكومة الإقليم مبالغ طائلة جدا، هذه إعادة النظر بها تحت مظلة سومو إلها تأثيرات اقتصادية مباشرة على الإيرادات وعلى العجز وأيضا على مستوى الاقتصادي في الإقليم. لا، لأن أغلب تلك العقود هي كانت عقود تشاركية بها نسبة فائدة للشركات أكثر من حكومة إقليم كردستان، وبالتالي أنه هذه العقود عندما تكون تحت مظلة واحدة تحت مظلة حكومية قانونية أكيد سيكون لها تأثير إيجابي وانعكاس مع الكثير، يعني هذا نخليها بين هلالين، من تحدث عن صفقات فساد سابقة وثراء لجهات سياسية على حساب المواطن في إقليم كردستان، أكيد هذا أدى إلى غليان الشارع وعدم رضا عن الإجراءات الحكومية. طيب، إقليم كردستان شعبها كله مع الوحدة مع العراق، أنه يكون موحد مع الإيرادات تكون موحدة مع العلاقة المنفعية التبادلية. ليس من المعقول اليوم أن نستمر أنه الإقليم يأخذ من المركز من خيرات الجنوب ولا يعطي بالمقابل، يجب أن تكون العلاقة علاقة تبادلية وعلاقة منافع مشتركة. طيب أرحب بك مرة أخرى سيد غوران عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، وأود أن أسألك إلى أي مدى ممكن سيد غوران أن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العلاقة المستقرة ما بين المركز والإقليم تعتمد على الشراكة والتعاون؟ مساء الخير عليكم، تحياتي وتحياتي للضيفين الكريمين. كما الاتحاد الوطني الكردستاني حول الملف النفطي كان واضح منذ البداية، نحن كنا مع أن تكون الاتفاق حول الملف النفطي مع المركز في بغداد لا أن تكون باتفاقات سرية مع دول مجاورة وخاصة تركيا كما فعلت الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان. باعتقادي الاتفاق الأخير بين المركز وإقليم كردستان لتسويق نفط الإقليم عن طريق شركة سومو خطوة جيدة جدا، وباعتقادي ستكون خطوة إيجابية وتعمل على إيجاد حلول لمشاكل عالقة الأخرى بين المركز وإقليم كردستان. نحن في الاتحاد نرى أن الاتفاق فيه مصلحة ومنفعة لإقليم كردستان وكذلك للمركز.
طيب سيد غوران، كيف يمكن الانتقال بهذا الاتفاق من موقف وتفاهم إلى مسار دائم يركل كرة الخلاف المستمرة إلى الأبد عن طريق قانون النفط والغاز مثلا، أم هناك طريقة أخرى؟ ملف تصدير النفط في إقليم بوسان كان يشوب الكثير من السرية وحتى فساد، وإدارة هذا الملف في إقليم بوسان كان سيئا جدا، ولنا في الاتحاد الوطني الكردستاني مآخذ كبيرة على حكومة الإقليم والذي اتصلت عليه الديمقراطي الكردستاني. باعتقادي الاتفاق الأخير الأحزاب الكردية كلها معه، لأن فيه منفعة إقليم كردستان كما تعرفون. الوضع السياسي والاقتصادي سيء، إقليم كردستان الملف النفطي كان سيء كما تعرفون. بيع النفط عن طريق إقليم كردستان كانت بأسعار مخفضة جدا، أغلبية ربح بيع النفط الإقليم كانت تذهب إلى الشركات وكذلك لدولة تركيا، وباتفاقات سرية مع الديمقراطية الكردستانية كما تعرفون. كان هناك اتفاق لخمسين عام بين الديمقراطية الكردستاني والدولة التركية، وهذا الاتفاق حتى القوى السياسية الأخرى في إقليم كردستان لم تعرف عنها أي شيء. لهذا نعتقد في الاتحاد الوطني الكردستاني أن تسويق النفط الإقليم عن طريق شركة سوم العراقية ستكون جيدة جدا، وتكون فيه المنفعة أكبر لإقليم كردستان وكذلك لباقي البلاد. طيب سيد غوران، هذه الحلحلة التي ذكرتها في الملف النفطي تحديدا، هل ستقود بالتالي إلى تصفير قضايا اقتصادية أخرى؟ على سبيل المثال تعرف الجمركية وإغلاق المنافذ غير الرسمية في الإقليم مثلا؟ هناك الكثير من الملفات العالقة كما تعرفون بين المركز وإقليم كردستان. باعتقادي تم هذه الملفات، باعتقادي اتفق الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع الحكومة الحالية حكومة السيد محمد شياع السوداء أن تكون بنقاط يجب إيجاد حلول لها والتفاوض حولها. باعتقادي الحكومة الحالية حكومة السيد محمد شياع السوداني أغلبية القوى السياسية دائما سواء كانت الكردية الشيعية السنية، نعتقد يجب أن تكون هناك مفاوضات لإيجاد حلول لهذه المشاكل الكبيرة والتي بقيت لأعوام. إيجاد حلول لهذه المشاكل باعتقادي ستكون إيجاد حلول لكل المشاكل داخل البلاد، وأنا ذكر هناك مشاكل كبيرة حتى داخل إقليم كردستان بين الحزبين الكرديين. لهذا أي 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 حلحلة للمشاكل الحالية مع بغداد ستكون منفعتها على كل البلاد. أعود لك سيد علاء، فعليا يعني بحسب معلوماتكم متى يبدأ عودة نفط كردستان للأسواق العالمية بعد هذا الاتفاق المبدئي؟ إعادة الاتفاق مثلا مع تركيا وغيرها من الإجراءات، هل هي بهذه السلاسة ونتوقع قريبا أن يعود النفط الكردستاني للتصدير؟ طبعا هون بإكمال الاتفاق، وطبعا أعلن عنه أنه خلال الأيام القادمة سيتم استئناف تصدير نفط عبر إقليم كردستان، وطبعا هذا إلى انعكاسات أيضا على مسألة إقرار الموازنة وإقرار حصة إقليم كردستان وحل المنافذ الحدودية، ملفات العالقة أغلبها متوقع هذا، يعني حتى أمام الشارة الدولية أمام المجتمع الدولي أنه العلاقة بين المركز والإقليم علاقة جيدة وعلاقة وصلت من المراحل من التفاهم العالية جدا. وطبعا هذا هو مسألة مهمة جدا تاريخية، تصفير الخلافات العالقة منذ 20 عام وحل أغلبها أكيد إلى انعكاسات على المركز والإقليم بشكل مباشر، خصوصا من ناحية تصدير النفط وأيضا إقرار قانون النفط والغاز اللي يحدد يعني مدى حصة كل جزء بين المركز والإقليم من خلال الثروات الطبيعية الموجودة. سؤال أخير وجواب مقتضى بإذا تسمح سيد عادل، كيف قرأتم الترحيب الدولي والأممي بهذا الاتفاق ما بين المركز والإقليم؟ ما أهمية هذا الاتفاق للمنطقة بشكل عام؟ والاتفاق يحقق واحدة من أوجه الاستقرار السياسي في العراق، فكلما كان هناك استقرار بالعراق يعني نال ترحاب ورضا المحيط الدولي سواء كان
جوارا للعراق أو محيطا إقليميا للعراق. ولكن دعني أقول بهذا الصدد أنه ترى هذا الاتفاق هو اتفاق مؤقت يعني وليس اتفاق دائم. هذا الاتفاق مؤقت لحين إجراء تشريع قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب العراقي. نعم. الشكر الجزيل لكم عضو ائتلاف دولة القانون السيد عادل المانع، كنت ضيفا كريما، والشكر لكم الخبير الاقتصادي السيد علاء الفهد، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد غوران فتحي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب، شكرا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.